هل عرفتم من المارينا في أرض الأحواف؟ إنها قافلة الأمير عبد الله بن العباس بن موسى بن والي مصر ونائبه عليها. والي مصر؟ هذا الصبي؟ وأقوم مقام الوالي وأضرب بسيفه. وإن رفعت سيفك فكيف تضمن أن لا يجرحك؟ لكنه سيف أمير المؤمنين. أطال الله عمر الخليفة. ما قولك يا حفي بأني سأجمع خراج مصر كلها وأضرب بيد من حديد من يشق عصا الطاعة؟ وما قولك بأننا شكلب تهدأ. ماذا تفعل يا ابن الوالي؟ انظر بعينك، أنت في حضرة الصحراء. بما يالك يا صهيب؟ يتحدث مثل أهل مصر. أنت في مواجهة ابن الوالي يا صهيب. هو الذي يريد المبارزة. كلامك معي أنا. شكل بعداه سيف يليق بأمراء. اعقل يا صهيب، هذه قافلة لا تستطيع أن تستحلها. تستقبل مصر ضيوفها؟ أهذا ما باتت تفعله خير أمة أخرجت الناس؟ أهذه ضيافتك يا صهيب؟ ومن أنت لكي تعلمنا حسن الضيافة؟ قرشي من عباد الله. رجعوا وأنصتوا للإمام ولا تنازعوا فتفشلوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا فلاح في تناحرنا وتفرقنا، هكذا نكون خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله على سلامتك وسلامة العائلة أيضا. عسى أن يكون خيرا، لما لم تلقانا عند أبار موسى أيها الفقيه؟ قدر الله ومشيئته. افتحوا الطريق لنمر، وهناك نطلبك لدار الإمارة وننظر في أمره. يا ابن الوالي، ها هي الفسطاط ودار الإمارة، وفيها ما سيشيب له رأسك قبل الأوان، ولن أمنعك عنه. كلامك مسموع ومطاع يا إمام، لقد سعدت برؤيتك وأرض مصر. جزاك الله خيرا يا صهيب. والله لا تسأل قافلة فيها إمام جليل مثلك عن طريقها. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.